مريم اقول تعال ها؟ لا ما اقول شيء سلامتك يا حبيبي. لا واضح ان الموضوع فيه انك تروح جدار. يا مرحبا ولد. اتوقع ابو كيف شوف المقطع تخوف بدون جميل. يلا اعطنا المقطع. السلام عليكم. الف الف مبروك يا منيف الدرع. حنا من جمهورك. حافظ على رصيدك ولا تتأخر على الصلوات والفقرات. فعلك المركز الأول أخوك نوح نطيري. ونعم والله ونعم والله على رأسي. باقي مقطع عليه؟ طيب عطني. منيف جمهورك بدعمه حماسي. قالوا على الدرعين يا منيف حاصل. قاربك ما يشكي من أمواج راسي. جمهورك المجداف ويقول واصل. واصل وفالك التوفيق واعتنز ربعك معك. يا الله وجهك يا الله وجهك. هذا اخوي بعد. من هو الثاني؟ هذا اخوي الشاعر ركان. اخوك؟ اخوي. ونعم مليون. وش تقول له؟ اقول والله اني مشتاق له وعسى ان شاء الله معامله نقله خلصت. انا عاد ما ادري تبغى تواصل معه بعد فقره؟ اي والله ودي اتواصل لان شهر ثلاثه انه مقفل النقل وان شاء الله اني حريص عليها وان شاء الله انه بعد على هالخشم بعد بس عليها. بيض وجهك حبيبي. خلاص خلاص يعطيك العافيه. ما تكفيك هذه؟ بيض وجهك يا حبيبي. طيب